سنكون أوفياء لعهدكم الذي عاهدتموه لما تركتم أسركم وعائلاتكم والتحقتم بالجبال والفيافي والوديان، آثرتم الموت على الحياة، لكن من أجل ماذا؟ من أجل أن تبقى الجزائر سيدة حرة وأن تسترجع مهابتها واستقلالها. الجميع الآن يدرك ويحس بأن الجزائر في مسارها السليم، وقالها من قبل الرئيس هواري بومدين، قال لما يكثر العويل تاع الأعداء نعرفوا باللي رانا في المسار السليم. السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أخذ على نفسه أن يمضي نحو مسار التجديد الوطني، لكن بقوة مرجعية للثورة التحريرية المباركة. نهل لي عندهم الأخ زبانا زهانا المدعو زبانا ومعه الأخ فراج ألقى الموسم تاع المقصلة حبس على شبر منه من رقبته، القتالين دهشوا والضابط نتاع الجيش الفرنساوي اللي كان معاهم كلموا رئيس الجمهورية روني كوتي نوضوه من فراشه في الفجر، يعني كانت حاجة أولى اللي وقعت لهم. قالوا له الموسم حبس مقطعش الراس حبس على شبر من الرقبة، واش قال لهم؟ قالوا فرنساوية، قالوا كونتينوي جوسكا سكو مور سونسيبل، كملوا حتى تجيه الموت.